غنية ريبريز في القيمة متاع الغنية هذه وكان بروبليم. فما فنانين توا قاعدين يخدموا الكل الـ مش من توا من قبل من جيلي أنا وتوا معناتها فنانين كبار ما عندهمش دي ريبريز كل غنيتهم دي ريبريز الكل يعني غنية ثلاثة كي تجي تلم شكون فنان من جيلك أنت فنان كبير وعمل اسم يخدم كان بلي ريبريز اليوم أنا به مثلا طب بدينا عاد ندخلوا في أي خلينا ندخلوا في الصحيح لنعطيك صحيحة أمينة فاخت الصوت الكبير أمينة فاخت ما عندهاش إنتاج نتاعها كلهم دي ريبريز كلهم دي ريبريز أعطيني نبدا نسمي لك ما عنديش أنا كيف معناتها أعوذ بالله من كلمتين أنا عندي أكثر من 200 غنية خاصة بيا متاعي أنا ونبدأ نسمي لك الأغاني سيكسيز هذا بالوحدة بالوحدة ونمشي من ليبيا التونسي شرقي وطني اللي تحب معنات يعني أنا كنت نخدم ياسر على إنتاجي أنا الخاص أحب أنا كنت قبل نغير ونقول نحب نبدأ كي سيدة نعمة وكيف زهيرة وكيف سلاف وكيف عليا غنيات متاحهم معتها وتقعد والناس كي تسمع غنية الفلانية تقول هذه الفلانة فلانية توا ولا بعد 200 سنة توا شنو تبدل لا من وقتها هو بديت الموضه هذه نتاع الاغاني لي ريبريز بون انا عملت دي ريبريز قبل مش ما عملتش يعني انا اول من اول الناس اللي بديت نعمل في لي ريبريز بديت بالقد طويل صالحه سيتي اون 94 هذيك عام 94 معناتها مازال ما فماش وقتها بس مازال معناتها وكليت عليها المصبط وقت وندك كده معناتها يعني انت قلت برشا بيان سور مقارنه كيفاش قالوا لي تغني بعد غاويلي ورجيت والعزام وما في من كانت تغني في بوم القد طويل صالحه وكيفاش ودار شنو وغنيتها وسي بوكو دو سوكسي وقتها سيتي ان بوز كيما نحكيو عليه مي سيتي ان بوز فني بالحق معناتها فهمت وين عملتها كيكا معناتها بوم عملتها بطلب معين ما عملتها معناتها وجيتي كونفينكو وشفت عليها نشحت برشا توا تتعدد ونسمعها وانا ديما نسمعها معناتها ابار نعمه بعد نعمه تلقى نوال غشيملي معروفه بام القد طويل صالحه معناتها نحكي لك كون جو ميم حتى كي عملت حاجه ريبريز عملتها ب مخمم فيها معناتها ما نعملهاش هكاك خاطر ونعملها ونبدا متاكده اللي انا مقتنعه 100% اللي كانش تنجح لنا اليوم فنان عنده كان دي ريبريز حاجه باهيه ولا خايبه ولا يعمل يبني كارير كامل بدي ريبريز لا بيصير حاجه مش باهيه بالكل بون يقعد هو مادام هو موجود وحي ويرزق مادام اسمه نجم يكون موجود لكن غدوه نهار اللي يمشي ما يخلي حد شيء هو اليوم قام من قامات الفن كي نقولوا امينه فاخت قام من قامات الفن عندها اغاني اما مش برشا قصدي فهمتني عندها اغاني اكثر برشا اما لي ريبريز اكثر برشا وكانت متعامل برشا على اغاني تغني معناتها الورده مكرثومه وحبيت نقول لك افيك سان نجمت تستمر ونجم تبني اسم كبير نجم تنجم تعمل اسم كبير هاني قلت لك تنجم تعمل اسم كبير لكن انا شخصيا انا سيتي ان شوا انا لو شوا نتاعي انه نعمل المدرسه نتاعي ونعمل ما كارير ا موا نحبها باغاني نتاعي انا ولو انه توا قل الانتاج قل بوغ دي بروبليم ظروف تركوا عليهم من بعد لا والله حتى قلت قلت العمال زاده معناتها مش حكايه فلوسك هاو معناتها فلوس سي فري وانتاج وكل شيء لكن انا بو موا مثلا كيما قلت لي علاش ما عندكش برشا غنيات تونسي خاطر الكلام قل برشا في تونس ما عادش عنا اليوم ما عادش عنا الشعراء يكتب لك كلامك اللي تحس بصراحه معناتها انا كي نسمع غنيه كيف هذيا معناتها كلامها قوي برشا راه الكلام هذا مازال ينجم يستخطب الشباب يدخل المخ الشباب مثلا ويسمعوا بيان سور يدخل عادي بيان سور خاطر الشعراء حتى الشعراء لحظه والله بالحق ما تحكيت مع الشعراء كي تحكي معهم يقول لك الكلام الرزين مش قبل لا مش رزين لا مش رزين هذاك مش رزين بمعنى رزين معناتها الكلام اللي عنده معنى ولا لا يوصل للناس يقول لك ما عادش يمس ياسر الشباب يوصل هو علاش الراب يحبوه الشباب او باش نعطيك من الاخر نحي اللي هما يتكلموا بلغه الشارع حط سكوتي لا البوان هذه على جنب تو تلقى عمق كبير ياسر 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 في الكلام في الكلام الراب شنو هو كلام اما يوصلوا لهم بلغتهم ما يسالش هو وصلوا لهم بلغتهم كرابور وشاب والى سون ايتينيرير نتاع التعبير انا اعطيني شاعر يكتب لي فك العمق هذاك
فهمت بالحق متى انا قاعده نسمع متى ساعات نسمع ونغمض عيني على تيت شويه كلام تيت نقول خليني نوصل نفهم شو يحب يقول فريمون نلقى مواضيع كبيره مواضيع وجريئه زاد صحيت دونك سي سا لو بروبليم احنا عندنا مش من توا المونك نتاع الكلام كنا نعانيو فيه من التسعينات ووقتها بدات بالكش الاغنيه التونسيه ترجع لتالي برشا بالكش بيطلب من الفنان زاد تمشي لك للشاعر تقول لك نحب اغنيه خفيفه ديما نسمعها هذه اغنيه خفيفه كوميرسيال اي بون سي ان شوا فوالا دونك الشباب سانسوهم بالغنايه الخفيفه الشباب الشباب هي موضه بربي ما ساعات تجيك موضات موضه تاع وقت بسم الله الان تيني مي علي اسليم خليك الكلمه اونتخ تون لا لا حبيت نقول هي تجي موضه ساعات موضه نتاع السنوات 80 كان جعفر ماجد كانت القصائد كان زاد الاغاني اللغماني وبرشا ما يموتوش يا سليم ما يموتوش اما في التسعينات ولات فما موضه اخرى جوستومون معناتها موضه حتى نتاع اغنية اخف شويه اغنيه فيها اكثر كلام اسهل اللي توا خفيفه بالكل توا شفافة ولا شفافة الأغنية أما يعني التسعينات سامحني أما حتى في التسعينات حتى في التسعينات توا فما كلمات تهبل فما بيان سور التسعينات بيان سور عبد الحميد الربيعي الربيعي وجليدي العويني جليدي العويني برشا برشا عبد الصمد كرشيد لقاني راهو فما برشا غنايات معناتها الكلام كان بالحق وأنا أنا بالنسبة لينا الأغنية راهو كلام إذا كان من ما عنديش ما نقول ما عنديش حاجة باش نقولها باش أكل كي تسمعها تقول العبد وحده وحده يقول لك بالحق شيء يحسه لداخل فما لي طوندونس شنو باش شنو باش نغني لهم فما لي طوندونس دونك شو أوبليجي دو شيرشي أيغ وما تنجمش تغني الأغنيات توا اللي تسمعهم أنت ما تلقاش حكاية فما طوندونس فما طوندونس فما طوندونس ساعات تجي فترة شكون يغلب شكون في الصورة توا مثلا توا المغني خلط بالصيف توا سي ليماج ولا البوز اللي هو ماشي فهمت ساعات تجي لهم موضه نتاع الكتاب حتى في حضورهم في التلفز في الاذاعات يشجعهم باش يكتبوا تو بعدوا تبعد عمال يبعدوا عمال الملحنين تبعد عمال الكتاب تبعد ما عادش ما عادش فمك معناتها الفوعه نتاع كتاب من التسعينات هبط الكاتب والكلمه الكلمه بصفه عامه من التسعينات بدات هاوكا يكتب بدات تمشي تخفيف بعد اطلع ايجا امشي اخرج ايجا من الشعراء اللي يكتبوا ما عادش فما ما عادش وما عادش يضرب في التنافس ما عادش هما بدهم تهم شو 100% معناتها بصراحه معناتها انت ما زلت تشوف في عبد الحميد الربيعي ولا تشوف حاتم الجيزاني كي عيطوا له باش يحطوه باش يعمل عركه هو مع شكون صافي مالو كور معناتها بالعكس انا نحب حتى مثلا من الشعراء الحلوين برشا ادم فتحي ادم فتحي ما يظهرش كتب حاجات يعني ما يظهروش ما يظهروش مش عباره شوف عباره الشاعر انسان عادي مواطن عادي وهو بالعكس وما يعرفوش الناس ما يعرفوش الناس بيان سور خاطر اعلاميا الي مغيب جمله ما يساعدهمش حتى اعلاميا مش تجيبهم ما تساعدهمش فما فكر وفما باش يولي تصور تحطه فك في الموسيقى في الحصص تو اللي خاطفه تو اللي بويت الذي كفر يغدر يجي القلب راهو كيبدا الشباب نتاعنا ما يعرفوش اللي عندنا شعراء كبار وواقفين في نزار القباني وفي مع احترامنا للاسامي الكبار اما راهم جاوا بعضهم اسامي كبار وكتبوا كتب وكتبوا ما يعرفوش ما يعرفوش بالحق معناتها ابار اللي قريناهم في يقراوهم بتتر في الـ في الـ في الـ في الليسي ولا في الواحد ابار اللي يقراوهم ولا عاملين شويه هكا ليتر وكل شيء ما يعرفوش فهمت بورتون معناتها عندنا برشا مي هما بيدهم كشعراء المورال نتاعهم طايح ما يقول لك انا شنو شو الوي باش نكتب وشكون باش يغني وشكون باش يغني لي وعلاش معناتها انا كي نجي نحكي معاهم نقول لهم اش باش نغني سامحني شو باش نغني في تونس هاي بتقول لي غني تونسي اوكي شو باش نغني انا وقت اللي جاتني غنيه تونسيه بلوز او موا حسيتها غنيتها اللي هي عيني عشاقه وقبلها شو اسمها شو اسمها قبلها اللي جيت يا سيد الكل وقبلها غنيت حمام ما جاش حمام ما جاش سيتي ان بو كاريكاتور فهمت اول مره نغني في ستيل هذاك وكاريكاتورال شويه والحمد لله ونجحت وكل شيء لكن انا بصراحه فما مانك كبير نتاع حركه فنيه تشوفوا ما في قبل راه قبل كنا كان صدقني كان قبل ما يبدا عندنا لابورتابل حتى شيء الجوابات كانت هكا تبدا هكا جوابات تمشي الاذاعه يقولوا لي نوال عندك هكا جوابات لي فان ليه مش فان شعراء شعراء يحبوا يبدوا يبعثوا في الكلمات
يكتب ويبعث لي ذاعه هذا نحب مفضلكم صوت نوال غشام ولا صوت نجات ولا صوت فلانه ولا صوت صفيه ولا جوابات والله خذيت منهم برشا حاجات اي نذكر معناتها ما كنتش نقراهم الكل خاطر برشا اللي فيهم ماهمش مش غناء مش شعر يتغنى ما يتلحنش معناتها لكن نتذكر مثلا فما حاجات اللي وهم بعد ولاو معروفين معناتها فهمت برشا يقولوا ديما نحكي على لسان الناس ولسان الناقدين وغيرهم يقولوا اللي محبوبه برشا في ليبيا نوال غشام حبرنا نكرو في العالم العربي معناتها وحفلتك الاخرى في ليبيا وفي الجزائر قاعده معناتها قاعده نكتشف في 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 ليبيا حفلتك الاخرى تحكي عليها برشا وغيرها يقول لك حب الجمهور الليبي نساك في الجمهور التونسي با دي تو بالعكس وليت معناها في لغه اوضح السيبل نتاعك هو الجمهور الليبي مش السيبل اللي كنا نحكيو فيه هذايا بالضبط ليبيا عندهم كلام عندهم شعر عندهم كلام انا نغنيه ونحس روحي معناتها قاعده نشبع في روحي فنيا باش نجم نقدم حاجه للناس الـ يمكن تونس مشكلة ما تلقاش معناتها النوعية هذيك من الصورة الشعرية القوية المعبرة اللي فريمون تخرج لك حاجة من داخل يعني شو أنا سفري العمر يعلمك برشا حاجات في عمري هذايا أنا تعديت برشا مراحل صعيبة برشا في الحياة خليت عندي طاقة لداخل نحبها تخرج والطاقة ذي ما تخرجش بنعش بكلام هكا زعمة سهل لا 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 أنا عمري 19 سنة غنيت غوالي وغنيت لا يا حبيب العين وغنيت بعدها على جوفان كاتخون غني في طويلة بالي عليك ومع سيد مكاوي وحبيب اللي بحبه متى يعني البارة كانت عالية برشا دونك أنا بعد الوقفة متاعي هبطت شوية من البغ جو لو دي فرانشمون يعني هبطت شوية حبيت نوصل للناس أكثر شوية بعد لا جو مي سون با بيان نحب نرجع ابخي تو أنا أرتيست أنا باش نعطي للناس مش الناس باش يقولوا لي شنو تعطينا أنا نعطيهم الناس نجم اليوم عليهم هما يقبلوا ولا ما يقبلوش مشكلة هما يقول لك جينيرالمون الفنان التونسي كي يوصل للعربية مثلا للعالم العربي ماذا به يوصل كلمتنا التونسية يا أخي يلقاوك وليت تغني بلغة العالم العربي ما تغنيش بالتونسي خاطر ما فماش هكا جاوبناهم على الإجابات ما فماش بالحق راهو ساعة هنا غران بروبليم في تونس وراهو مش من توا باش نقول لك حاجة اللي أنا نعرفها من آخر التسعينات بدات المشكلة هذه نتاع الشعر الكلام مش موجود قعدنا يا تلقى شاعر يحكي لك انا القمره والبحر والحمامه ومن شنو الحمامه تعرف لا لا هذيك التراث لا هذيك حلوه برشا لك بالحق معناتها يا تلقاها يسر عايش في عالم اخر اللي ديكالي على اللي احنا عايشين فيه توا بعيد على الواقع يا تلقاه كاريمون الشيء اللي فريمون يمسك أو بيان الشعراء الشعبيين اللي هما يغنيوا يكتبوا للمزود وإلا لغاب اللي هو أنا ما نجمش نغنيه خاطر مش لغتي أنا كنت شباب لغة كنت قلت لي عندك ديو مع غابور وقت عملت ديو مع غابور عملت مع أباغ ديو اللي لا 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 كنا حكينا على ديو مشروع ديو قلت مشروع ديو مازال ما تمش وقتها دون لو تون حكيت مع غابور مش معروف برشا لا سيتي بلال ارجي فوالا وقتها لا وعملناها الاغنيه وخرجت اسمها يا عالم بعد بلال يا عالم اسمها لا يا عالم هكا شلحنا قلت يا عالم غنيت نوال غشام يا عالم انا غنيتها في بكوش تغنيها يا عالم كان حلوه برشا يا عالم بالحق ظهرت سمعها في الكهرباء على ولدي ولدي سمحهم لي بالسيف عليا حتى كان حفظتها بالسيف لازم نوال حفظتها شويه سخت الماما شويه راها عطينا شويه خلينا نجربوا بالكش نبدلوا للراب. لا صعيب برشا نبدلوا. باهي ياسينا يا عالم شوي. اوه يا عالم حياتنا برشا اسرار، اوه يا عالم لعبت في الموت تختار، اوه يا عالم اوه حياتنا برشا اسرار، اوه يا عالم لعبت في الموت تختار. حسيلو اذي سكوبا نوال غسيل تغني في الراب.
بي خلينا نكتشفوا البرودوي الجديد اللي حكينا عليه برشا بعد نحكيوا على ولا انا فما حكايه الحكايه اللي معناتها الظروف اللي هبت فيها الاغنيه انت قلت استغليت الظروف نحب نحكي عليها هكا في رابيدوس خاطر الحكايه فيها برشا وما نحبش نعطيها الحكايه اكثر من قيمتها ما يسالش نوضحوها للناس اللي ما جات تسال دونك توت سويت نسمعوا جديد كناوي الغشام الدنيا دواره يا دنيا دواره يا دنيا دواره اغنيه عراقيه معروفه في ليبيا اغنيه عراقيه بكلمات ليبيه بكلمات ليبيه يلا توت سويت نسمعوها